حصل لسه في الثالث. جاسا طلع لك يا ورجيك يا لك شو هاي فوهبي معلوماتك كلها بالمقلوب مسيو. اتفضل جاوب مسيو. هو ليش نزل الايفون 16؟ هاي شو اسمك؟ هاي حبيبي شمس. شمس عاشت الاسامي. تعيش شمس. نحن بدنا اول شيء شو دارسه شمس؟ اعلام صحافي اعلام. حلو ممتاز. بدي اسالك سؤالين تمام وبدنا نوقف شخص ثاني معك كمان نسال سؤالين. هو تحدي بينك وبينه ويلي بيربح بياخذ جائزه. تمام اوكي بس خلينا ننتظر نشوف حدا هيك يكون بالتحدي معك. اوكي لانه بدي لك ما معي شخص ثاني انا. ما في مشكله هلا بنشوف. مرحبا مرحبا كيفك شو اخبارك؟ ما علي هيك نعمل معك تحدي صغير. تحدي شو بس؟ بدي اسالك الك سؤالين وللصبية سؤالين ويلي بيربح بياخذ جائزة. ايه اوكي بس يا ريت على السريع لاني مستعجل. ايه بسرعة. شو اسمك اول شيء؟ يزن. يزن عاشت الاسامي. يزن شو دارس؟ ايه مو دارس طالع من واصل الصف الثالث. بس؟ طيب وكيف هيك معلوماتك؟ لا قوية اسكى حدا بالعالم. طيب يلا رح نبلش لك. شمس رح بلش معك اول شيء بمسلسل الزير سالم بتعرفي؟ ايه تمام. اول معركة بين جساس وزير كم عدد الفرسان يلي كانوا بهي المعركة؟ بأول معركة بيناتهم عدد شعر راسي اكيد ما بعرف. نحن عدد معين. اوكي ما بعرف 500 ما بعرف. شو رأيك يا زان؟ لا هن مانو كتار ما كانوا 12 واحد. برافو عليك. هلا خسرتي اول سؤال معليه ما شاء الله. جواب يزن صح. رح ننتقل لعند يزن. بس شكله يزن متابع شطور. ايه كثير بحب المسلسلات. تمام يزن شو الفاكهه اللي موجوده على شعار الايفون؟ جاسا. برافو عليك ما شاء الله عليك كثير شطور. جاسا تفاحه. لا هي غيروا له الشعار عملوا صار. لا هي التفاحه اصلا طولت شوي فصارت انجاسه يعني هنا غيروا الشعار. ناس جديده وغيروا الشعار. شلون انجاسه؟ غيروا الشعار صار انجاسه 100%. طلع لك يا ورجيك يا تفاحه. لا هو صار انجاسه هلا ما بعرف انت حملتي 16 ولا لا. هو ليش نزل الايفون 16؟ ما شاء الله هون يعني ما شاء الله انتم سابقين العالم. اللهم صل على النبي ما شاء الله. لا يا زلمه ما موصي على شيء انا عم بتغلط. هو صرنا ب 2000 وقديش؟ نحن ب 2000 وقديش؟ 22. شمس قد ايه عمق قاع الهامور اللي بيعيش فيه سبونج بوب؟ انت من وين جايبه الاسئله هيدي؟ ما يعني ما اتفضل جاوب مسيو. قد ايه عمق قاع الهامور؟ كانوا انا عم جاوب على كل شيء. يعني هلا عم ساعده شوي. عمقه هو 72 متر. برافو عليك تمام ممتاز. لو قايس الارقام ولا الدرجه. شو رايك شمس بيزن اول شيء قبل ما نكفي؟ ما شاء الله لازم يشارك بمن سيربح المليون. عن جد شطور كثير. احنا عاملين هيك شيء برنامج عن قريب فهلا باخذ رقم تليفونك خليه مع الشباب تطلع معنا كمان. متاكد انه حياخذ المليون اذا ان شاء الله. عليك نصهم والله اذا اخذتهم. عليك يزن مين المطربه اللي غنيت اغنيه انا لحبيبي وحبيبي الي؟ هيفا. برافو عليك تمام ممتاز. لك شو هيفا وهبي؟ هي فيروز. لك لا هي بالاساس لهيفا وهبي. لو رجعت غنيتها هيفا هلا من جديد غيرت احنا بحفلتها اللي بالرياض مو؟ هلا رجعت غنيتها. والله معلوماتك كلها بالمقلوب مسيو. لا هي الاجوبه انا عندي شو على كيفكم؟ لا والله فيروز صار اسمها هيفا يمكن غيروا لها اسمها. لك لا لا هي لا بالاساس لهيفا وفيروز سرقتها من هيفا. غيروا لها اسمها معاكم تغير اسمها. هلا مبدئيا ويزن كمان ربحنا نقطتين وانت مانك ربحانه ولا نقطه. بكل الاحوال انا رح اجي اسالك اخر سؤال. اي أيوة والله يا ريت. يلا شو نوع الحياه اللي عضت ابنها لل 11؟ الحياة اللي عضت حنش. لا غلط كوبرا. غلط. شو رأيك يا زلمة؟ الحياة كانت نادرة كانت بسعة هديك الأيام هلأ انقرضت هي الحياة 100% صح. برافو عليك يا زلمة. أول مرة بسمع إنه في حياة انقرضت. لسه الديناصورات هن اللي بعرفهم انقرضوا. والله كان عندي رفيقة وانقرضت وحية كمان هي. يعني عادي كثير اذا هيك اوكي. شكرا كثير يزن. شو رايك انه هيك شو حابه توجهي له كلمه ليزن بما انه ربح عليك؟ ربح علي بقول له معلوماتك كثير خطيره صراحه يزن.
بتمنى اوصل لهالمستوى. ما شاء الله عليه يعني انا الذكاء اللي عندك كلك زو انه ما شاء الله شعار الابل صار انجاسا فيروس صارت هيفا وهبي ما بعرف هلا انا ببرنامج غريب عجيب بسم الله عليك ما شاء الله. لا هو معلومات هلا ليكي العالم بتعرف المعلومات الشكليه اما يزن شكله متعمق بالمعلومات متعمق مثل عمق سبونج بوب 100% بس طالع نفسه حدا بالعالم ما شاء الله عليك عن جد اسم الله عن جد لازم تمشي يعني منيح انك لابس ازرق 55 ايه متحصن بسم الله اعطيك عين زرقاء حلفنا يا زلمه نحن بدنا نعطيك جائزه مقدمه من يلا تي في ميرسي لك لك زو اوكي يعطيكم العافيه شكرا باي باي مبروك الله يسامحك ها مو مبروك شكرا لسه بدي اسالك شو رايك انه يا زلمه ربح عليك والله تتهنى يا زلمه عم بمزح معك تتهنى الف مبروك تربح يا زلمه لا والله انا شفته شكل حلو وقفت مو مشان المسابقه بس ما بدك تقولي له اي كلمه ليزن قبل ما يروح خليك ما شاء الله عم تتثقف يزن وهيك وتنمي معلوماتك عم يعملي له طول على الانستغرام ما عاد اقدر لكن احنا عم نمزح معك تمام بالعاده انا بروح انا كل شيء استوعبته الا التفاحه صارت انشاسه مالي قلب روح عرفت شو انا بضلني قاعد عم بضحك احنا عم نمزح معك كثير انبسطنا فيك عن جد كثير وشوي جائزة ثانك يو شكرا كثير حبيبتي شكرا شكرا باي ايو سبسولة سكسك يوز مي انا كنت عايش بفرنسا عم عيد بكالوريا خطوة بس لهون اوكي بردو من النقلاب تمام شو اسمك مايا مايا شو اخبارك مايا طمني عنك كذا امورك رواق الحمد لله مايا شو دارسين عم عيد بكالوريا شو علمي ادبي علمي شو ناويه تفوتي بعدها ان شاء الله صيدله واو ان شاء الله يا رب يعني معلوماتك العامه جدا قويه ماشي الحال هو عم عيد يعني ماشي الحال عادي يعني بتصير انه احنا نعيد مايا احنا بدنا نعمل مثل تحدي صغير تمام بدي اوقف حدا هلا من الطريق واسالك لك سؤالين ولا سؤالين تمام ويلي بيربح بياخذ جائزه بالنهايه حلو موافقين عندك مشكله اذا كان شب او بنت او هيك لا عادي يلا حندور حدا يطلع معنا مرحبا براد بيت اكسكيوز مي يعطيك العافيه كيفك فينا نسالك هيك كم سؤال نعمل معك مسابقه سؤال شو اول شيء شو اسمه يزن نقرب شوي خطوة بس لهون خطوة هي مو سابقة بينك وبين مايا تمام حاسألك إلك سؤالين ولمايا سؤالين ويلي بيربح بياخد جائزة أوكي تمام شو الأسئلة؟ أسئلة عامة يعني ما في شي محدد؟ لا أوكي أول شي يزن شو دارس؟ والله مو دارس واصل للصف الثالث واصل للصف الثالث ومعلوماتك العامة كيف؟ بردو منك لا بعشبة مو منه في بتقدر إنك تربح معنا لا في يعني. في هذا مليان معلومات تمام شنك طلعت المدرسة أنا؟ معك حق مستوى ذكائك كان ما يخليك تضلك بالمدرسة طيب نحن رح نبلش أول شيء بالأسئلة مع مايا وبعدين حأجي لعندك سؤال بسؤال أوكي مايا؟ قديش عدد النقاط يلي على الأحرف الصيني؟ ما بعرف في خيارات إنه ممكن إذا عندك معلومات عامة تكوني بتعرفي ما بعرف أبداً؟ حاولي فكري كذا طب بحدود شو؟ يعني بين شو؟ منك أنسى أسئلتكم كلها هي؟ ما عجبو؟ بزعل منك شو؟ كلهم سهلين يعني انت اجابت السؤال اللي سألتها يا بتعرفه؟ بس بجاوب عليه بشرط انك ترجع توجهي لي الي لا رح شوفها لأول شي معي ونشوف الجواب من عندك 60 هيك بقول يعني 60 جواب نهائي؟ للأسف والله ما في مشكلة لعنا فرصة ثانية يزن عندك الجواب الصح يلي سألته يا لمايا برضو منك مايا أنا بدي جاوب هذا السؤال هني مليونين وثلاثمية واثنين وسبعين وخمسمية مليونين وثلاثمية وسبعين وخمسمية واثنين وسبعين وخمسمية لو سمحت يعني الثلاثمية والخمسمية عدد فظيع بس صح برافو عليك صح فظيع رح اجي اسالك السؤال اللي لازم اسالك اياه بدك تسالين سؤالين ورا بعض هذا السؤال انت ما دخلك فيه انا يعني هو السؤال اصلا لمايا هلا السؤال ما جاه له لك ايه اوكي حاش تطلع على البنات يا نسوان والله ما عم اطلع عم يسبسوني الباور بانك بتعرفها طبعا لماذا تستخدم ايه لحتى نشغل عليها مثلا تلفزيون وتقطع الكهرباء او الغساله ما فيك تشغلي البراد لانه بياخذ كثير
برافو عليك صح 100%. اول نقطه ليزان معي ما مكونات غاز الاسمنت. كانه في فرق بين السؤالين يعني كثير. لا ليش كثير سهل تبعه اسئله كثير صعبه اسئله سهله. لا بالعكس غاز الاسمنت ما بتعرفيه اكيد. لا شو رايك بالسؤال استاذ يزان؟ حاش تطلع بالبنات اك والله ما عم بطلع بالبنات عم بطلع بالعالم. شو اول مره بنزل على الشارع كنت محبوس يعني انت مين صلتك علي وانت ما وقفت عم تهدليني؟ ما عرفتي الجواب مايا للاسف كمان بردون منك مايا من كلور ومي وملح. ومنين تعلمني كلمه بردون؟ هلا انا كنت عايش بفرنسا الان. برافو عليك يا زان. رح اجي للسؤال الاخير لك. سالتيني اربع اسئله ملاحظه. لا انا عم برجع اسالك سؤال مايا بما انك انت عم تيجي تتدخل بسؤال للبنت. اوكي سوري بردون منك يعني. اكسكيوز بي. قديش عدد ارجل الكرسي؟ ثلاثة. يعني سؤال بديهي هذا يعني بس كانه الان ستغيروا لون عيونه على الاجوبه. لا بس ما بعرف. لا اكيد هي فرحان تلك. اول شيء ان شاء الله الف مبروك يا زان. وأي جائزة لإلك مقدمة من يلا تي في. معلش بس هيك توجه لنا رسالة ليلا تي في. ميرسي إليك وليلا تي في. واو يعطيك العافية برضو منكم. باي باي باي. شو معنا السؤال؟ شو معنا هو أسئلته كتير سهلة؟ أنا أسئلتي كتير صعبة. هلا أنا أول شيء أنت وقفتك إلك صح؟ إيه بس الأسئلة اللي عم تتوجه له كتير سهلة يعني بيجيني إلي صعب. أنا أكيد ماني منحازة له. شفتي قديش كان مستفزني إيه صراحة وما كنت حابة أعطي جائزة أصلا بس يعني أجبته صح وعن جد ما شاء الله يعني صح بس في فرق كبير. لا 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 ما بعرف مشكلة. كان لازم تقولي له مبروك. بينتي شوي حقودة؟ لا أكيد أكيد انبسطت له. يعني إن شاء الله بتربحي معنا بالأيام الجاية. برضو منك مايا انتي فزتي معي. مايا نحن عم نمزح معك يا زلمة. معنا نحن عم نسألك أسئلة أصلا ما لها أجوبة بس يا زلمة جدا ذكي يعني بعيدا عن كل شيء. هي جائزة مقدمة لإلك من يلا تي في وإن شاء الله تكوني هيك تقبلتي المسحة منها. لا أكيد وحبيتينا. شكرا بكفيني طلعت معكم تقبريني. حبيتينا ولا لا؟ لا والله كثير. مين حبيتي أكثر أنا ولا يا زلمة؟ أنتوا الاثنين. مين أكثر شوي فيكي؟ والله أنتوا الاثنين. شكرا لك. حبك قولي لنا عليك باي باي. انت حاسس ان انا لعب صبر نص اليوم؟ حسيت والله. انا عندي جاذبية هي عكس الجاذبية اللي صفا. تمام صفا شو في بيها؟ رنسي تيك توك اسمك تمام ولا ملهم؟ لا اسمي الاثنين. والله اذا بكون بنت افضل يعني بكي انا خسرت. بتكون ربحت شوفتي الحلوة. شوفتك وين بتنصرف؟ مرحبا اهلين يا هلا. كيفك؟ والله بخير الحمد لله. تمام ملهم. اسمك تمام ولا ملهم؟ لا اسمي الاثنين ملهم الحسن. اسمك اثنين ولا ملهم ولا تمام؟ الثلاثة. في ناس اسمهم تمام هذاك مو تمام ما؟ انا اسمي ملهم. ملهم نحن بدنا نعمل تحدي صغير. جاهزين؟ بدي اسالك سؤالين هلا بدنا نوقف حدا من الطريق كمان نساله سؤالين كمان. جاهزين؟ يلي بيربح بياخذ جائزه بفوز. حلو يلا هلا حنستنى حدا نشوف من الطريق لحتى ما عندك مشكله يكون شاب بنت كذا هيك. والله اذا بيكون بنت افضل يعني بس ما بتفرق اذا شاب بنت افضل. تعال رح نوقف شاب. مرحبا هاي معي اي هاي كيفك؟ صفا كيفك انت؟ تمام صفا شوفي بيان شوفي بيان رنسي تيك توك يعني. لا انا انجليزي ماني فرنسي. شو اسمك اول شيء؟ اسمي يزن. بس الشاب شو اسمه؟ اسمي ملهم. انا ملهم. بدي وجه تحيه لملهم رفيقي بالشغل وحبيب قلبي. وانا بدي وجه تحيه لرفيقي يزن بالشغل كمان. على راسك عندك واحد اسمه يزن شيء؟ ليكو يا زان التحدي كالتالي انا بدي اسالك لك سؤالين ولملهم سؤالين ويلي بيربح بياخذ جائزه. بلكي انا خسرت. اذا خسرت بتكون ربحت شوفتي الحلوه. هلا ما اختلفنا على راسي بس شوفتك وين بتنصرف بس انا متاكد اني انا راح اربح. متاكد؟ ملهم انا اسمح حدا بالعالم. ملهم نعم. بغض النظر عن شو دارس شو بتعمل بحياتك؟ انا والله بدرس هندسه عماره. هندسه عماره حلو تفضل. انا عندي جاذبيه ايه؟ هي عكس الجاذبيه اللي هي معروفة. الجاذبية تبعي هي بتبعد العالم. انت اللي انت ملاحظة كل ما عم يرجع لورا. يا زان شو دارس شو بتعمل بحياتك؟ والله يا عزيزتي انا ماني دارس واصل لصف الثالث. تخيل انه واصل لصف الثالث عم يقول لي عزيزتي يعني حتى عرفاني شكلها. هو مثقف. انا مثقف. هنبلش مع ملهم باول سؤال. كم عدد؟ نعم يا غشاش عم تزعبر. لا والله شو يعني عم تزعبر؟ يعني عزيزتي وما بتعرف شو يعني بتزعبر؟ طيب ما عطوا هي بصف الرابع اخذوها. قديش عدد العظام اللي موجودين بسمكة الكرش؟ كرش ولا قرش؟ 36. 36 عظمة للأسف. غلط. رح نجي لعند يزن. هي أول نقطة أنت خسرتها. يزن رح أسألك أول سؤال. قديش عددنا نحن يلي واقفين بالتصوير؟ بدك معنا نحن؟ ايه معنا نحن 8. ليش؟ ليش 8؟ لأنه 8 عددنا.
برافو عليك. ما فهمت شلون يعني. قديش عددنا نحن اللي بالتصوير؟ ايه وسمكة القرش. لا سمكة القرش هذا السؤال لإلك، هو سؤال شو سؤال آخر. ليش صعبتي لي ولو سهلتي له اياه يعني؟ 100%. لا لا ابدا بالعكس، هو نفس مستوى الذكاء والاسئلة الحلوة. ملهم، السؤال الثاني بيقول مين هو أول حيوان طلع على الفضاء؟ طلع ولا طلع؟ القرد. القرد؟ اه. مين اه؟ معلوماتك يعني أنت منين تستمد معلوماتك؟ من الجاذبية الأرضية طبعاً. أفكار ما بصير عم يساعدوا. عم يساعدوا. عم تفتحوا جوجل أو شيء؟ لا والله. يعني ليك بس ليك. لا بس أنت جاوبت أول جواب هو غلط، تفضل. ليش رفقاته عم يساعدوه يعوله؟ شباب معلش لحدا يتدخل. عم يحاولوا ينقلوكم. شباب ما حدا يعول. عم يحاولوا ينقلوه. وخسرت ثاني نقطة منهم. نجي لعند أستاذ يزان يلي عن جد كتلة ذكاء متنقلة عنا بدمشق. فظيع 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 الاستاذ، ابهرني الي كمان. اي والله. فيك تشرح لي لشو نحن بنستخدم البراد بالبيت؟ نحط فيه نص ليمونه هي اللي بالبراد. في البيضه كمان. اول شيء يا زان نحن كثير شرف كبير لانه انك انت وقفت معنا. شرف. انا ما فهمت شو يعني نص بيضه وليمونه. نص ليمونه ما بتعرفها اللي بتنحط مع بعض البراد. ايه والقرد والقرش وهدول شو. هلا رح احكي معك بهذا الموضوع. ليش بدك تحكي عنه؟ بس لروح تدري. بس شو يعني ما فهمت يعني هي جائزه شو ما بس لحظه شو الاسئله يعني لحظه الأسئلة هو يعني أنت تعطيني صف الثالث مظبوط بس أنا شو القرش؟ أنا معلوماتي عامة، أنت معلوماتك ما أنا عامة. إيه خاصة أنا معلوماتي. لا يعني معقول ما بتعرف سمكة القرش إنه ما له ولا عظمة؟ مظبوط. يا زان جائزتك مقدمة من يلا تي في. شكراً لك ولا يلا تي في. نورتنا وبليز يا زان تحط خرزة زرقاء. لا بشكل. لأنه برافو عليك. شكراً كثير يا زونة، باي 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 باي. يا أستاذ زان والله شرفت. ملهم شو رأيك إنه فاز عليكم معلوماته أقوى من معلوماتك بكثير؟ كان لازم أتثقف أنا. ما راح هلا بالي. انا برايي المتواضع انك انت اليوم تحاول تعمل سيرش على جوجل على كل شيء اسئله انا سالتك ايه على مين طلع على القمر اول شيء وكم يعني هن اسئله بصراحه مفيدين جدا يعني على فكره انت كان فيك دغري تكسب والله ما راح لا بسيطه يلا حصل خير بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله الواحد ما ماخذ معه شيء والله مزبوط كفان ماله جواب يا زلمه معنا اول شيء نحن عم نمزح معه اه يا زلمه انا بدي اعطيه خلص جائزه منه انا ما دخلني جائزه شو هاي من يلا تي في لانه هيك حبينا نمزح معك والله عراسي انت ويلا تي في ويزن ورفيقه ملهم بالشغل لا ملهم بس احنا شكرا كثير لك ملهم ونورتنا عن جد وكلك ذوق بتعرف شو احلى شيء فيك؟ نعم انت بشغل مخك احاول اعرف شيء شو احلى شيء فيك؟ والله ما انسالت هذا السؤال قبل مره اسمع نعم نمزح وراي احلى شيء فيك طيبه قلبك حبيب قلبي طيبه قلبك حقيقة والله انا الاثنين السؤال انت حاسس انه انا لابسه برنص اليوم حسيت والله طلع انا هيك شو هاد اللي لابسه على فكره هذا كثير موضه وانت ما بتعرف شيء اسمه موضه بروح انت بجامعتك كبير ماديا تفضل والله معك وهاتي جائزه ما عاد في جوائز طيب خلص عم بمزح السلام عليكم باي باي تحيه لك فيك يا زلمه بالشغل اه ما حدا ضاربك يعني لا ما حدا بيسترجع شو باع شو عامل بحياتك ولا شيء هو طيب. اكيد ما انا اكل قتله بعد لحم ان شاء الله ببالي لا يا شيخ يا زلمه مين عم يدق لك ليش بقى وجه لي رساله للي ضربوك وعملوا فيك هيك اذا الله راد بردوده بجوز يكون معهم حق ما بتعرفي انت لحن معنا الحق مرحبا اهلا وسهلا الحمد لله انا شو اسمه حمزه 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 معلش اول شيء بس تخبر العالم كيف هيك صار بعينك والله كنا لا كنا ماشي على الميدور وقعد عرصي عم راح علي بالرصي لا هي رصه كلها اه ما حدا ضاربك يعني لا ما حدا بيسترجع ما حدا بيسترجع كاتر علي اول شيء بدنا نوقف شبل على التعيين او صبيه تمام سؤالين بسؤالين يلي بيربح بياخذ جائزه اول شيء شو بعرف شو عامل بحياتك غير هيك بكالوريا سنه ثانيه بكالوريا حلو ايه بس علمي علمي حلو هلا هي السنه بكالوريا الله يقويك يا رب بس قويه الضربه ها عملنا زوم ان على العين ده يا مشهد حزين بس جد ايه بدها مشهد حزين يلا حنوقف حدا هلا مشان نبلش تحدي بسرعه مرحبا هاي كيفا؟ معلا نوقف هون حمزة؟ حمزة ما عم يشوف غير بعين واحدة عزره خمسة؟ حمزة حمزة شو اسمه؟ شو بقى عينه؟ هلأ تعصبت منه انه ضربته لا ضربت سيارة كيفا سلام لا هلأ وقت عرصيف وشي أكل وكل تاتروا عليك خاصة اللي بزقوها بعد قال لي تحت التصوير شو اسمك أول شيء؟ سلامة قلبه شو اسمه؟ اسمي يزن يزن؟ يزن شارك معنا بالتحدي؟ ايه شارك
بس تحدي شو؟ لا مو قتل وضرب، لا تحدي أسئلة، رح أسألك إلك سؤالين وأنت وهو سؤالين، ويلي بيربح بياخذ جائزة. حلو؟ يزن أول شي بدي أعرف شو دارس، شو عامل بحياتك؟ واصل الصف الثالث. حلو، شو عامل بحياتك؟ ولا شي. أبداً؟ ولا أكل قتلة شي مرة وعينك ورمانة؟ أبداً. أكسي معلوياتي. لا هو أكيد ما أنا أكل قتلة. لا أكل قتلة للأمانة، أنا رفقاته خبروني ليكن هدين. أوكي، سلام. حرام سلام صحيح، وهون بالشعلان مكان الجريمة. ليش ما بتشتكي عليهم؟ ليش ما بتشتكي؟ لا جاي الدور، جاي الدور. لازم نطلع على برنامج أحمر الخط العريض هيك بعدين يفتح. لا مع عطية، بتعرف عطية؟ أكيد بتعرف عطية. عن جد كيفك؟ هلا احكي بك مرتاح هلا شوي. عن جد ايه بالكت بتاع، بس لا بظن اذا بكيت حتلتقي بعينك بزياده. سلامتك. المهم الله يسلمك حمزه، اذا رحنا على البسكليت من هون لحلب قديش بيستغرق معنا الوقت بالدقائق؟ بسكليت دواسات ولا كهرباء؟ لا دواسات معلم. ده بياخذ معنا وقت؟ بالدقائق حصرا. بالدقائق؟ بيفتح على حسبك؟ لا فبلو على حاسبة. أنت قديش بتعرف بالطريق بيأكل من هون لحلب؟ بظن في شيء 100 كيلو. وقت تعطيني وقت بالسيارة قديش؟ بالسيارة في شيء 8 ساعة. 8 ساعات؟ شو رايحين على لا فيش 8 ساعة. المالديف 5 ساعات هي. 5 ساعات حسب واحد وهمته. إيه ما بعليك. لا هي إذا أنت طالع بالبولمان يعني باص اللي هو سرعته حتكون كتير معتدلة. جرب السيارة. 5 ساعات ما عرفت يعني مبدئيا نخسر نقطة. نجي لعند يزن. يزن معلش شوي حصعب لك السؤال. معلش أعطيني نقطة. زلت على عينه. بعت لي حمى إن شاء الله لبالي. مين قصدك أنا؟ لا بالتالي. يلا رح نبلش. شو هو الشيء اللي بيطفي النار اذا كانت شاعله؟ شو هو الشيء اللي بيطفي النار اذا كانت شاعله؟ مطر. حلو برافو عليك يا زان، ربحت اول نقطه. نرجع لعند حمزه. مطر بتقوي المي، بتقوي النار. لا يا شيخ شلون بتقويها؟ فيها اكسجين هي بتزيد النار. انت ضربت عينك مأسرة على عقلك. بجوز بجوز. ابو حمزه شو خمسه كل شيء؟ طبعا خليك عليك حاسه عم اسمع خمسه حمزه 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 القطه كم مره بتقول مياو باليوم؟ على حسب اذا عطشانه ولا جوعانه. يعني هي وسطيا 300 مره. بتعرف تقول مياو؟ لا ما بعرف ابدا. انا وجع عيني ما عاد عرفت. جوابك غلط. كنا عملوا احصائية للقطة كم مرة بتعمل مياو وجوابك غلط. فيني اسألك، حاسألك سؤال ثاني. شو اسم مرته للمخترع نيوتن؟ مرت نيوتن ما بعرف. كمان ثاني نقطة خسرتها يا زلمة. مين عم يدق لك؟ ليش بقى؟ ما بعرف فضول. تليفون سبيشال. طيب يا زلمة سؤالي لإلك بيقول في ورد لونه احمر شو اسمه؟ ورد الشمس. برافو عليك يا زان، ان شاء الله الف مبروك. ورد دوار الشمس. صح برافو عليك يا زان، ان شاء الله الف مبروك. هي جائزتك مقدمه من يلا تي في. شكرا كثير لك وما شاء الله عليك وعلى معلوماتك. يعني فيك تتمنى له السلامه لخمسه حمزه. ليك رح اقول لك شغله عن جد، الواحد بده يروح يشعر مريض بياخذ له شيء معه. تمام، نحن ما كان في ببالنا شيء غير انه جيبك انت لعنا ونشق عليك ونقول لك سلامة قلبك. شكرا. هذا الظرف لك. انا معه نشوفه لا تخص. يا زمانا وحبينا نمزح معك مزحة هيك لذيذة. سلامة قلبك. سلامة عينك. بيعمل فيه هيك مردودة مردودة هلا. بس ليك ليك. لا لحظة لحظة شوي، بجوز يكون معهم حق ما بتعرفي انت. لا. شو عامل؟ لا هن نحن معنا الحق. هن تحكشونا. ليك نحن ما فينا نحكم حدا. لكم هاي رفقات اساليهم ليك انا بالمشكلة. ايوه انا حاسه رفقاتك ضدك، وجهوا لي رساله للي ضربوك وعملوا فيك هيك وعلموا عليك. اذا الله راد مردوده. اذا الله راد. اذا الله راد. لطيب عيني بس. عطيها نظره للكاميرا انه مردوده. لطيب عيني مردوده. شكرا. يلا باي خمسه حمزه.